انت كابتن حسن مكان ميجيل جاموندي، ايه الطريقه اللي ممكن تلعب بيها الاهلي على ملعبه وانت خسران في ارضك او على ارضك 2-0؟ بطبيعه الحال يعني احسن تشكيله اللي موجوده عندي. انا اظن غيرجع كومارا في الدفاع وجبران هيرجع لمكانه اللي هو وسط الميدان. هذه التغييرات فهي مهمه بالنسبه لفريق الوداد، لكن اظن اذا كان لاعبي الوداد مثل الحداد الكرتي الحسوني اللي اوك ولا كازادي في اوج عطاء، فهذه يعني بامكانهم خلق مشاكل بالنسبه للاهلي، لان خاصه الوداد تبحث على تسجيل، لكن هذا التسجيل خصوصا اذا كان في الدقيقه الاولى باش يعني يرجع معنويات الوداد، يعني كذلك باش يتمكن على الاقل يسجل هدفين، هدف التعادل. احنا كنعرفوا بان المهمه هتكون صعبه لكن غير مستحيله، لانه يلعب ضد فريق اللي ضد فريق متمرس، فريق اللي دائما يلعب للتشامبيونز ليج، فريق اللي يعني كما كيقولوا بانه نادي القرن، عنده تقريبا 7 كؤوس. ان مهمه الوداد تكون صعبه. 8 كابتن حسن. واظن بان جاموندي عليه شيء من المغامره اذا اراد وصول شباك نادي الاهلي. يعني توقعات يا كابتن حسن ان الوداد هيظهر النهارده باداء مغاير عن مباراه الذهاب في المغرب، التوقعات ازاي؟ الجمهور عامل ازاي؟ جمهور الوداد في حاله من التفاؤل ولا خوف ولا؟ هو كان هناك في تخوف، يعني الاراء تختلف، ولكن يعني رغم ذلك يعني كوداديين واظن نفس الشكل بالنسبه للاهلاويين، دائما عندكم ثقه في الفريق ديالو. يعني اتكلم عن نفسي كلاعب سابق واولا وكجمهور وكمحب لنادي الوداد طبعا، حالا انا متفائل لان بحكم تجربتي شيء مستقيم في كره القدم، فلهذا حننتظر المباراه. لكن المهم من لاعبي الوداد، بما انك تتكلم على الوداد، لازم اللاعبين يظهروا بوجه مشرف احسن من الوجه اللي طلع عليه في مدينه الدار البيضاء في مباراه الذهاب. هذه كرة القدم، أشوف المستوى اللي غادي به نادي الوداد، لأن اليوم هو يوم وليس يوم المدرب، لأن اللاعبين عندهم تجربة. تتوقع مين الفريقين اللي يوصلوا للنهائي التشامبيونز ليج الإفريقي؟ توقعات يعني مش تمنيات، توقعات. توقعات الاتحاد الاهلي، انا حظي نادي الوداد الرياضي بطبيعه الحال، هو فريقي، احب الفريق، اتمنى انه يوصل للنهائي ويفوز بالكاس. وتبقى مجرد تمنيات وتوقعات يا كابتن حسن. نتمناها كذلك يعني، مع كامل التقدير والاحترام، احنا يعني بنحترم نادي الوداد، وانا الحقيقه قلت في المقدمه نادي واحد من اكبر انديه القاره الافريقيه. طبعا مباراه ممتعه طبعا على اي حال من الفريقين، طبعاً من اكبر الفريقين في افريقيا بسكوره جدا، وفي المنطقه العربيه فرقتين الحقيقه عاملين نجاحات كبيره جدا، والجيل الحالي من جيل وداد له كل التقدير والاحترام، قدر يوصل لاثنين نهائي في دوري ابطال في خلال فتره بسيطه جدا ويحقق البطوله، والسنه دي الحقيقه مقدم سيزون ولا اروع، ولكن ان شاء الله الغلبه في النهائي للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا. هو احنا بنتابع، احنا من الو اتفضل كابتن حسن. احنا من جانبنا يعني كنحترموا نادي اللي هو نادي كبير، ولا نتكلم على الاهلي، نتكلم برئيس النادي اللي هو كابتن محمود خطيب. محمود الخطيب اللاعب الكبير، ماشي يعني غير محمود الخطيب، هناك لاعبين كبار مروا بالنادي الاهلي، عندنا يعني احترام كبير وتقدير لهذا النادي العريق. احنا كمان كلنا تقدير واحترام لفريق الوداد طبعا. بشكرك جدا كابتن حسن ناظر، كلام كتير عن مباراه الاهلي والوداد وعن فيكتور جوميز حكم المباراه، لكن بعد الفاصل.